مين من البحيرة تاني؟ يا حاج سعيد. ايوه اتفضل. ماشي. سعيد حجاز. يا اهلا بيك. يا حضرتك؟ الحمد لله يا حاج سعيد. ازيك يا سامح؟ ازي الحال؟ الحمد لله. كنت عايز اعرف سعر الغله بس. الغله سعر القمح حاضر هنتابعه لك ونرد عليك. ممكن بكره نتكلم عن القمح، اسعاره وتوريده وضوابط القمح، ضوابط التوريد، الاماكن. الناس كانت بتتكلم على الاجوله، الناس كانت بتتكلم على عايزين يكون في توسع في الاماكن بحيث ما يبقاش في تكدس. ده كله هنتابعه على فكره، ونكون موجودين معاكم اثناء عمليه التوريد بكاميرا قناه مصر الزراعيه. بنتابع على مستوى الجمهورية، بنشوف الناس بتورد ازاي، آليات العمل، هل هناك مشاكل ممكن ان احنا نوصلها للمسؤولين بسرعة علشان تتحل. ده كله هنتابعه معاكم. واللي انا اقدر اقول للفلاح النهاردة ان انت عندك دولة وحكومة بتهتم بمصلحتك، فنبقى عندنا نوع من الهدوء ومن الاستقرار.